يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا أراد الزاني أن ينكح المرأة التي زنى بها، فهل على المرأة عدة مع توبة الزاني والزانية؟ نعم، لا بد من العدة، لا بد من شرطين كما سبق: أولاً التوبة الصادقة، وثانياً خروجها من العدة. لأن من الذي يضمن لك ما دامت إنك زنيت بها؟ من الذي يضمن لك إنه ما زنى بها غيرك؟ ما يضمن لك هذا، هذه فاسدة لك ولغيرك، لذلك لا بد من العدة. نعم.